عليكم اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نخيطوا هذا الكيطمه اللي فصلت معاكم. هنا راه فصلت هذه الباندات اللي غندير في الكيطمه من التحت، راه نسيت ما فصلتهمش معاكم. هنا راه درت فيهم 7 ديال السنتيم في العرض، في هذا العرض هذا فيها كامله، فيها 14 العرض ديالها، وغادي نديرها على جوج. درت القياس ديال الدوره ديال الكيطمه اللي عندي من التحت، هاد الدوره اللي عندي من التحت درت قدها، ودرت جوج قطع، وحده للظهر وحده للامام، هما جوج، حيت غادي تخيطوا فيهم وغادي يبقاو من الجناب، غادي يبقاو مفتوحين من هاد الجناب، هادو غيبقاو بحال الافتتاحات. دابا غندوز اول حاجه غنمونطي الكتاف، كنحط الثوب هكايا، هادو هما الكتاف ديالي، والوجه هو الفوق هنايا. غادي نجيب هذا الامام غنحط عاود، نحط الوجه عند الوجه صافي، ونبدا الكتف من هنايا نمونطي، نمونطي الكتف الاول ونرجع نمونطي الكتف الثاني. هذا القبض ديالي، وهذا غندير الوجه عند الوجه، وغادي نشد من هنايا، وغادي نخلي سنتيم ديال الخياطه وندور معاه، ندور من هنايا تنحبس هنا، تنحبس وهذه البلاصه هذه هي اللي غتكون راكبه لي في العنق. غندوز له السورجي من هنا من الداخل، ندوز له السورجي من هاد الحاشيه هادي، وغادي نرجع نلصقو معاكم هنايا في الدوره ديال العنق. هنا راه سورجيت القب من الداخل، سورجيته من هنا من هاد الحاشيه، وسورجيت حتى الكتاف والكمام اللي خيط. دابا اش غندير، غادي نجيب هنايا جوج سنتيم هكايا، هادي الدوره ديال القب، هاد البلاصه هادي الا كنت غندير فيها السيور غنحشي لها السيور من هنايا، حتى نسول بنتي داك الساعه واش باغا السيور ولا لا، غنحشيهم لها هنايا في هاد جوج سنتيم اللي طويت، وندوز الخياطه هنا على السورجي. الا ما عندكمش السورجي ماشي ضروري، هاد الثوب هذا راه ما كيتنساش، غنطويو غير هكا نص سنتيم لداخل هكايا، وندوزو عليه بالخياطه بلا ما نسورجيو. دابا غادي نجيب الدورة ديال العنق، غادي نشدها هكا وغندير هاد المنتصف ديال الظهر، غنعلمو ندير فيه كرانة. المنتصف ديال الأمام راه هو هذا، راني معلمه. غادي نجيب هاد القب وغنجي لهاد الخياطة هادي، هادي هنايا راه هي اللي غتكون الدوره ديال القفي غنحشيو السيور، وهاد الجهه هادي هي اللي في غادي نلصقوها هنايا في
الدورة د العام. غنجيبو هاد الخياطة هادي اللي غتكون عندنا محطوطة على الظهر، وغنحطوها هنايا فهاد الكرانة اللي درت ديال الظهر، وغنشدوها بالا ونفرغ هادا هكا كاملو. وغنجيب هاد الجهه هادي هكايا، وغنحطها هنايا على هاد الطراساج اللي مطراسيه، ما غنحطهاش غير هنايا حداها، وغنزيدها ندخلها هكا واحد السنتيم ونص لداخل باش يجيوني متراكبين هنا. صافي غادي نشدها ونجيب الجهه الاخرى هاد الجهه هادي ونحطها على هادي. هانتوما شوفوا معايا، غنجيب هاد الجهة ونحطها هنايا عليها من الفوق، ونحيد داك البانكا اللي شديت، ونولي نشدهم كاملين مجموعين. صافي باش مين غادي نخيط غيجيوني متراكبين وحدة على وحدة. دابا غادي نبدا الخياطة من هنايا، غنبدا من هاد البلاصة وندور على الدورة كاملة ديال العنق. تكونوا كتخيطوا هنايا جبدوا الثوب، جبدوا هكايا بيديكم الثوب، صافي انا خيط. هنايا كما شفتو هانتي جات مراكب هذا على هذا بواحد سنتيم ونص. هذا هو القب ديالنا. هنا غادي ندورو بالسورجي، هاد البلاصه هادي ندورو عليها بالسورجي. دابا غادي ندوز غنمونطي الكمام، غندور على هادي بالسورجي ونمونطي الكمام. نشد معاكم هكا، هنايا راه خليت واحد جوج ديال السنتيم باش غادي نلصق فيهم داك الباندا، وغنخلي الفتيحه. دابا ندوز نسورجي هاد البلاصه هادي، ندوز لها السورجي وعاد نلصق معاكم الباندا ديال التحت. هاد الباندا اللي غندور من التحت غنجيبها هكايا، غنطويها على وجهها وندوز عليها بالخياطه هنايا. نجيب جهة وحدة، هادي راه لصقتها ديال الجهة كما شفتو، هي هادي هي لصقتها. أنا بغيت هنا الفتحة تبقى لي كبيرة شوية، إلا مبغيتوش كديرو الفتحة غي حد هادي، تخيطو حتى لهنايا وتخليو غي هادي الفتيحة كبيرة بهاد القياس هذا. دابا غنلصقها مع الجهة هادي، غنجيب الباندا هكا هاد الخياطة وغنحطها هنايا. غنجيب الجهة الأخرى،
صافي وندوز بالخياطه هنايا نشد هادو ثلاثه هكايا. الا خفتو يبقاو يهربوا لكم تشدوا بالبانكات كامل تمشيو معاه بالبانكات هكايا. انا شديت غير من جوج جهات نرى على سقتها كما شفتو هكايا. غندوز بالسورجي على هادشي هذا كله غنحيدو السورجي. هادي هي الفتيحات ديالنا كما شفتو. هادي هي الباندا. دابا نصاوب الباندا ديال الكمام. هادو هما الطراف الكمام وغنجيبهم هكا. الجهه اللي كتيري هي اللي كنخليها هكا في العرض. هاد الجهه اللي ما كتيريش بزاف هي اللي غنخيطها. ها كيتيري هكا اكثر من هكايا. غنخيط من هنايا نجيبو هكا. هاد الخياطه نحلها هكايا ونحل هاد الخياطه من هنا. ندير هكا الخياطه عند الخياطه حلوله هكا. هادي هي الباندا ديال اليد. وندير هاد الخياطة هادي ديال الباندا هادي اللي لصقت هنايا اللي حليت هنا غنديرها مع هاد الخياطة هادي ديالكم. غنحشي هاد الباندا هنا لداخل ونشد بالبانكا. وهاد الكم غنجيبو هكا وغنشدو مع هاد الباندا هكايا. غنجيبو لهنايا وغنشدو عاود بالبانكا المنتصف ديال الكم مع المنتصف ديال الباندا صافي. ونخيط نجبد هاد الباندا هكا مزيان من كون كنخيط ونخيطها. هادي هي الباندا ديال الكيطمه كتجي دايره داك التكماش من هنايا حيت هذا كيكون كبر من الباندا. كنجبدو الباندا مزيان من كنكونو كنخيطو. دابا هادشي هذا غنحيدو هاد الزوائد اللي عندي هنايا بالسورجي. والكم الاخر حتى هو غندير له نفس الطريقه بحالو بحال هذا كما قلت لكم. غنزيد نوريكم في الجهه الثانيه باش تفهموني اكثر. انا قلبت لكم هذا هو الوجه وهذا الوجه ديال الباندا. كندير الوجه ديال الباندا مع الوجه ديال الكم وكنجيب هذه الخياطه اللي حليت هنا كنديرها هنايا مع الخياطه ديال الكم ونشدها هكا بالبانكا. نشد هكا الباندا غنقسمها على جوج. المنتصف ديالها هو هذا وغنقسم لكم حتى هو على جوج هكا. هذا المنتصف ديالكم ولصقهم هنايا ندير لهم بانكا. الاحسن تعلموا الطباشير ولا ديروا كرانات باش ما يتلفوش عليكم النار صافي. ومن نجي نخيط غادي نحشي ليبرا في الثوب ونجبد هكا الباندا مزيان وندوز عليها بالخياط.
هذه هي الباندا ديالنا، غنديروا لها السورجي من الداخل. صافي هذا هو الكيطمه ديالنا، دابا راه واجده الفوقانيه، بقى لنا السروال. هنا غندير لها السيور في الكحل، غنحشي غندير لها تقيبه هنايا ثوب من هاد الجي ومن هاد الجي في هاد البلاصه هادي، ونبعدي واحد جوج سنتيم وندير لها السيور هنايا كحل. صافي هادي هي الكيطمه ديالنا، راها ساهله هاد الكيطمه في الفصاله وفي الخياطه. دابا غندوزو للسروال ان شاء الله باش نخيطو معاكم. نتمنى تكون الشرح باين وساهل.